السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد علينا وعليكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طيب حبايبي، بداية خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا يا إخوان زي ما انتم شايفين مطلعين الزواجل الفراخ الأربعة، طبعا في فرخين محطوطات في قفص عشان يأخذوا على السطح، لأنه إذا تركناهم مشكلة. شوف كبر علينا ما شاء الله. طبعا أنا ما بدأ يقهم، يعني أول مرة عيني بركض وراء، أول مرة بتلقاني بلحق وراهم زي هيك وبطيرهن. طبعا بنعودهم على السطح، اليوم مطلعهن لحالهن الأربعة هدول زائد الاثنين هدول الزاجلين هدول الزرق، أجونا لهم يومين ثلاث، حاطينهم عزل، مش عزل لأنهم مريضات، بس حاطينهم عشان يحفظوا سطح في القفص، لأن ما بدي ألزقهم، بدي إياهم يحفظوا السطح بس حفظ يعني عن طريق القفص. حطيناهم هنا يوم ونص تقريبا، ونص ثاني يوم، يعني ثاني يوم النص أو نص اليوم تبع ثاني يوم حطيناهم هان، والباقي خليناه هان عشان الظل، لأنه حسيت إنه الجو حام عليهم فوق، رغم إن أنا حاط لهم إيش خشبة، ولكن إيش حطيناهم هان عشان الحرارة الزايدة أو الشمس. طبعا الرفصة عاملة عليهم ظل، وهنا ايش هم مظللات. طيب بدايه حبايبي قربنا نوصل للعشر الاف مشترك، بدنا دعمكم يا اخوان، تمام، بدنا دعمكم، يعني يا اخوان قد ما بتقدروا تدعموا القناه باشتراك بلايك، على فكره اللايك يعني بيساعد انه القناه ترتفع، تمام حبايبي، يعني لو وصلنا في الفيديو هذا مثلا 1000 لايك من اول يوم الفيديو بترفع، بصير بيطلع 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 عند مشاهدين كثير، فانت بتفيدني يلي بتشاهدني لو حطيت لايك، والله اللايك ببلاش، واقسم بالله اللايك ببلاش، يعني انت لو حطيت لايك مش خسران اشي، مش راح تخسر اشي اقسم بالله. فبتمنى كل واحد شاهدنا هسه حاليا هسه هسه انزل لتحت واعمل لايك، واشترك في القناه اذا اول مره بتشاهدني، اهم شيء تشترك بالقناه الله يرضى عليك وتحط لنا لايك. خلينا نوصل قبل العيد 10,000 مشترك، لانه احنا عندنا مسابقه يا اخوان عاملينها، راح نربح جوز مسويد قراقطه عالميات، جائزه على 10,000 مشترك، تمام، جائزه بمناسبه 10,000 مشترك. طيب شوفي عندنا اليوم هاني ابو يوسف زيكم ما بعرف، احنا فايتين مع بعض نفقد الحمام. طبعا الساعة تقريبا 8:30 الصبح حبايبي، الساعة تقريبا 8:30 الصبح، ف لسه يعني هسه طلعنا نطعم الحمام، اشي طبيعي تلاقي حمام جعانة لانه من امبارح المغرب مش ماكله. خلينا نلف عليهم جوز جوز ونطعميهم ونشوف شو في عنا جديد. طبعا عندنا علف حمودة، وحكينا الفيديو قبل هذا انه في محل في منطقة السحاب، يا شركة حمودة يا موزعين شركة حمودة يلي ماسكين التوزيع في شركة حمودة، في محل ببيع علف مسوس في سوس، علف مسوس من شركتكم او انه مش من شركتكم، حاط عليه اسم شركتكم، واحد من الشباب حكالي هيك هيك الموضوع، في سحاب اشترى بليرتين علف، بس وصل على الدار لاحظت امه تقول له هذا فيه اشي غلط العلف، تقول له فيه اشي بيمشي ابيض، قال لها ايش هذا، فرن علي قلت له حط عليه بودرة الثوم وزدته بالشمس شوي، قلت له بلكي على الله طلع. طبعا يا اخوان المحل هذا مش اول مرة بعمل هيك، انا بحكيش للمتابعين، انا بحكي للي ماسكين التوزيع بشركة حمودة، للي ماسكين التوزيع في علف حمودة انا بحكي لهم، بقول لهم مش اول مرة، اول مرة كان طالب بالعلف مزود تقريبا دينار، من داري نص دينار على الشوال، تمام، زائد هاي المرة العلف مسوس، العلف مسوس، هاي بنرجع بنعيد. فيا اخوان يلي سامع الفيديو هذا، يلي سامع الفيديو هذا يوصل لجماعة حمودة هذا الحكي،
طبعا يا اخوان احنا ملناش مصلحة نضرب السمعة او شيء، ولكن الفكرة احنا بننصح الناس، بننصح الشركة انه في ناس بيخرب سمعتكم قاعد. يعني اول مرة ببيع العلف غالي او اغلى بشوية صغيرة، بس الشوية صغيرة بتفرق لما واحد يجي ما معه غير حق شوال وعامل حسابه مثلا على 9 ليرات، مثلا عامل حسابه على 9 ليرات لانه حقه 9 ليرات، يجي يلقاه ب10 مثلا، او عامل حسابه انه حقه 9.5 يجي يلقاه ب10 مثلا. فهاي الفكرة، فعشان هيك لازم تديروا بالكم يا موزعين، لفوا على المحلات يا اللي بسحاب، الناس نذكر اسماء احنا، تشوفوا مين عندكم مين اللي بتعطوه بتلعوض في المواضيع هاي. فانا نصيحة، انا ما بهمني الشركة نفسها يا اخوان، عشان تكونوا عارفين انا ما بهمني، انا بهمني انا المتابعين. يعني طبعا قلنا لكم، احنا قلنا لكم بدنا نفحص العلف، بدنا نجرب العلف، منيح بقولكم منيح، مش منيح بقولكم مش منيح. هانا الفكرة يا اخوان. السعية كشركة ممكن مش منها المشكلة، ما انا احنا قلنا مش من الشركة، احنا قلنا مش من الشركة، بس هذا سوء تخزين. هذا يا اخوان على الاغلب سوء تخزين، لما يجي لك واحد عنده علف مسوق او شيء فهاي مشكلة. اخوان ديروا بالك، فقد العلف قبل ما تشتريه. انا ما شاء الله هيو العلف اللي عندي 100% حرام يعني، ربنا الله. بس في شغلات ما بنسكت عليها، يعني هذا ما دام العلف هذا نظيف، هيو نظيف، هذا العلف نظيف، معناته العلف اللي عندك ليش مش نظيف؟ في انه يا اما بتبيع علف حمودة مش هو العلف اللي احنا عارفينه، او مش هو نفسه علف حمودة، يا اما عندك سوء بالتخزين وقاعد بتبيع اي كلام وسلك اللي بتسلك، فهذا غلط. ونصيحة يا اخوان، دائما قبل ما تشتري اي علف فرط بالذات من علف حمودة فقدوا، امسكوا عيدك زي هيك، شوف بكون في شغلات صغيرة بتمشي جواته او عليه، وهذا بدك تدير بالك منه، هذا لازم تدير بالك منه، هذا بهلك لك الدنيا، ومش منيح للحمام، ومش منيح للعلف، فلازم تدير بالك، لازم تدير بالك منه. شوفوا ما شاء الله، هسه مش موضوعنا في موضوع العلف، بس هذا تحذير صغير للشباب. هاي الطيرة ما عينها، هي دائما عينها هيك، مش عارف شو بالصفة، هاي الطيرة قد ما حط لها قطرة، حط لها شوي هيك. طبعا يا اخوان الجو الساعة 9 تقريبا، 8:30 9، بس الجو يعني حامي حامي، حتى انا والله العظيم المفروض اكنس عند الجواد وانظف. ايه ما شاء الله الشخاش لمفكساتها يمه، سبحان الله، شوفوا يا سبحان الله، هاي فرخ وهي فرخ، فرخين سبحان الله ما شاء الله. طبعا هذول الفرخين راح يطلعن مناح، ولكن نصيبهم مش الي، واعد فيهم واحد انا جار الي له من زمان بيستنى فيا ياخذهن، فانا هيني برجع بقول له من عندي، هاي يما الفرخين طلعن وانت وحظك، عاشن هاي يما الك، ماتن راحن عليك، ما تضلكش تستنى مني فرخين يعني. تمام، فهنا الفكره يا اخوان. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا البرنامج ما بلغني فيهم، المفروض اليوم على الساعه 6 المساء يبلغني فيهم. واللي بيسال على البرنامج يا اخوان، انا اللي بعرفه انه على الابل ستور بيشتغل، سوري على جوجل بلاي بيشتغل، بعرفش اذا على الايفون موجود هذا البرنامج او لا، ما بعرف اذا موجود على الايفون او لا هذا البرنامج يا اخوان. فالشباب يلي بيقولوا لي مش نازل عندنا البرنامج، لازم يدور يتاكد اذا بنزل على الايفون او لا، او اذا معه ايفون ومش مبين البرنامج معناته بنزلش على الايفون. انا اللي بعرف انه بنزل على الاندرويد، تليفون الاندرويد بنزل، اسمه لوفتي. واذا بدك تتاكد وتعرفه اكثر، طبعا لوسي بتلحق فيه وتضربني، ايش بدك يا لوسي حبيبتي؟ لوسي تعالي تعالي تعالي، لوسي تعالي تعالي تعالي، خلينا نجيب لك على، تعي 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 تعي، ايوه ايوه ها هاي، يلا اركضي حجه لوسي حبيبتي انت، شوف سمسم اجا غار، يلا لوسي خذي. طبعا يا اخوان في طريقه انك تدرب الحمام، ولكن بدك تجوحها وحرام. اقدر ادربها، بقدر اخليها تطلع على ايدي، شفت الطيره هاي عبده سودة، مش بقول لك مخهم قفل وغريبين الاطوار وابصر ايش، ومعهم مشاكل صحيه ونفسيه
وما بيوضوش غير لما من فحولهم هيك، بقدر اخليها تصير تيجي تنام بحضني، ولكن حرام التجويع، على التجويع كل شيء بيصير، عرفت كيف؟ يعني مثلا اول يوم بتطعميهم هيك من ايدك، يومين ثلاثه من ايدك زي هيك، بس لازم يكونوا جعانات، ثاني يوم ترفع ايدك شوي، ثالث يوم ترفع ايدك شوي، رابع يوم ترفع ايدك شوي، زي هيك بصير يطلع، مجبور انه يطلع عشان ياكل، لانه عارف انه صار في ايدك هاي اكل. بعديها بتصير وانت بتطعمي يطلع ايدك، وقف فيه شوي شوي، بصير ينزل، فهو جوعان بنزل برد يطلع على ايدك، فهاي هي الطريقه. ولكن يا اخوان بدك تجوع حمام، حرام يعني، حرام والله حرام، حرام يعني. صح انا احيانا تلقى الحمام هاي جعانه، بس بتكون ماكله يعني، يعني بتكون ماكله لها ساعتين ثلاث ماكله، بس جعانه. ليش جعانه؟ لانه بكون عندها فراخ، بتطعم فراخ، تدعم فراخ. عند الجوز دول دائما مفجوعات، دائما جعانات، دائما جعانات، بس هذا يعني انه يعني يكون ماكل قبل ساعتين او ثلاث او اربعه، او ماكل قبل خمس ساعات، احسن ما يكون له مش انه ماكل 12 ساعه ولا 14 ساعه مش ماكل. فهنا في فرق يعني في الموضوع، فهاي الفكره. والله شكله الحرازين بيضاء فقسن، الله اعلم. مش عارف، المفروض انا الحرازين يا اخوان من كثر ما انا كنت خايف عليهم انهم يفقسوا او لا، صراحه يعني ما سجلتهم من اللخمه عليهم، ما سجلت. شوفوا هي لسه عندهم بيض، ان شاء الله يكون عبيان، حتى فحص ما فحصته والله، بتصدقوا والله ما انا ذاكر اذا فحصته او لا، بس بدي اخليهن براحتهن، بدي اخليهن براحتهن، لانه اذا فقسن خلاص امورهم منيحه، اذا فقسوا البيض وزقوا خلاص الامور تمام. الشخاش لهذول لسه مش زاقين، عندنا هذول الكنجات ما شاء الله عندهم فرخين حرثيين، هذول انا شكلي مش مطعميهم اصلا، انا مش مطعميهم هذول. شوف كيف سبحان الله الشكالي، ناسيهم نشوة محترمة، ناسيهم لانه لازم تكثر لهم، لانه فراخ خشنات هذول الجوز فراخ خشنات، فلازم. طبعا امبارح يا اخوان بعد ما سكرنا الفيديو حطتنا بوز حبكين وصدناه، واخذوا اجى صاحبه اخذوا، طلع مش لهاشم، فكرته لهاشم، طلع لجار النا هان ورا بربي جديد سوري، رجعت له اياه رغم انه بربي جديد يعني، بس احنا عادي يا اخوان يعني ما في عندنا هذا الحكي جديد انا مني وعلي يا اخوان. اي واحد بربي جديد، انا يا اخوان بفضلش الصيد، والله انا ما بفضل الصيد، يعني اللي انا وياه صيد بنصيد، ولكن الفكره شوف هذول رغم اني طعميتهم هي لسه بدهم ياكلوا. طبعا بنكسر لهم لانه هذول خشنات بيحتاجوا اكل زياده، عرفتوا كيف؟ زي ما قلت لكم انا والله دائما ما بفضل الصيد يعني، ولكن لما بيجي لك واحد بصيدك، طب ما هو بده يصيدك يعني، هو بده يصيدك يعني، هو يصيد لك وانت ما تصيد له، هان الفكره يعني، بتصفي بس والله العظيم. ولا انا لو علي انا فعليا ما بصيد حدا، ما بصيد حدا، بس يعني الطير اللي بيجي لك غريب بدك تصيده اجباري يعني، اجى عندك طيره، طير منيح اجى عندك، بدك تطيره والله ما بطيره. طيب ايش في عندنا هنا نفقد، ايش في عندنا هنا ياكل، كلها تقريبا اكلها كيف الحمد لله. يعني اخوان كثير ناس علق لي كمان قال لي صور لنا حلقه عن الحلال واسعار الاضاحي، والله حاب اعمل، بس اخوان معجوق كثير، والله معجوق، مش اني يعني مش فاضي وهيك، بس اخوان لما بدي اطلع في موعد لازم يكون مساء، وانتو ما شاء الله عليكم حبايبي تستحملوش انه ما نزلش الفيديو، كثير ناس بقعد يبعت لي على الواتساب ابو يوسف صاير معك شيء، على الفيسبوك ابو يوسف وين الفيديو، ابو يوسف شو مالك، ايش في، شو صاير معك، فبقلق يعني، تقلق وبقلقكم معي، فعشان اصور لكم الحلقه هاي لازم اطلع لكم يعني بعد المغرب، هي المشكله، الا اذا عاد انزل فيديو واطلع لكم بعد المغرب على شو اسمه على السوق، نشوف طبعا نتصور. طبعا هالايام هاي يعني بتبلش الزيت، بعدين انا كمان سبب من الاسباب مأخر الموضوع شويه صغيره عشان السوق يشد حيله، لانه هالساعه بكون الناس بتنزل، ولكن مش بهذيك الكثره او مش بهذاك الكم اللي انا بحكي عنه، لانه رحنا هذيك المره يوم الجمعه يوم واحنا مروحين من الحلقه اللي صورناها بالمزرعه مرقنا فيه، ولكن مش هالكمية الكبيرة يلي تصورها، فأنا حاب آخذ أسعار أكبر عدد ممكن من الأسعار. أخذنا أسعار، وأسعار منيحة تعتبر إخوان، أسعار مع الأوزان منيحة تمام،
ولكن ايش برضو راح ندور على اسعار اكثر ونصور لكم وتكونوا عارفين كل شيء. خليكم معنا اخوان، نرجع لكم فترة المساء ان شاء الله نفرجيكم فترة صيد الطير. خليكم معنا. طيب رجعنا لكم على فترة المساء يا اخوان، مطلعين 11 حبة اليوم، بدنا نجربهن ان شاء الله نشوف. طبعا امبارح زي ما قلنا لكم بنقلل الحمام اللي بتكون تعبانة شوي، قللنا كم من حبة وطلعنا الباقي. طبعا لانه زي ما قلنا لكم الحمام صار فترة مش طايرة، فرجعت صار بدها تليين. تعي بس ايش بنطعميهم حبتين هيك. تعي 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 تعي. طبعا اخوان زي ما قلنا لكم بدنا نبلش في الخم تبع الكش، بس والله العظيم متكاسل نبلش فيه، بس ما مش عارف يعني اذا بلشت فيه لازم اخلصه بنفس اليوم، لانه انتم عارفين انه في حمام بجوز فيه 50-60 حمامه هون بس بالراحه، بجوز 50 خلينا نفترض 50 طير فيها. يعني اذا ما خلصناها بنفس اليوم الحمام هاي راح تتشرد، تمام؟ فهذا يعني هاي مشكله عندي. خلينا نجرب الحمام نشوف الله يجيب فيه الخير. اليوم دورنا على الترايبود اللي بثبت الكاميرا بس ما لقيت الشعر، نزلت على الوحدات فش في الوحدات، دورت بسحاب ما فش بسحاب الترايبود هذا عشان ما يخلي الاهتزاز ما يتحرك، فعلى الاغلب ما فش في المناطق هاي بعمان، واصلا هو حقه غالي، بس قلنا اذا لقينا اشي منيح يعني يسلكنا. ميعاد فقس جوز الشيخ شلي، هي اجاني اشعار، مش قلنا لكم باول فيديو انه راح يبعث لي اشعار المساء، هي بعث لي اشعار بيقول لي ميعاد فقس بيض الزوج 55 شيخ شلي اسود، شايفين سبحان الله. شوف الحمام هاي بلشت تقالب، اعطينا عصاية محمود. هاي اللويحة اصلا اكلت هواء، طل فيها شرشبتين بس. امبارح حطينا هاي الحديدة تسليك يا اخوان، زي هيك زي ما انتم شايفين حطيناها عشان نعملها زي هيك زي ما انتم شايفين، نريح راسنا. طبعا بنلوح من الارض وهاي اللويحة فوق، شايفين كيف صارت؟ عملنا لها زي تثبيته عشان تكون الحمام عارفة انه هاي اللويحة ممنوع تحط، طول ما هاي اللويحة موجودة ممنوع تحط. بفكر احط علم صغير، علم صغير تصير لوحتنا علم طول ما هي موجودة، إذا نعمل زي إخواننا المصريين. هي طبعا يعني العلم أو اللويحة واحد، ولكن العلم خلاص بنكون معرفينها إنه العلم طول ما هو موجود ممنوع المحط زائد اللويحة هاي يعني. بس بدنا 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 عصاي. لقيتها مرمية، ها كانت ضايعة. هاي تبعت الكش الأصلي، هاي اللويحة بتحس فيها الحمام. الحمام بتخاف منها صح، يعني كل ما الحمام طير يعني بتخاف منها. طبعا زي ما قلنا لكم بس بدنا عصاية قوية نحط فيها علم، بس مش عندي، بدي ماسورة زي العالم زي هاي خميلة نركب عليها، لانه هاي ماسورة بيكس وبتنطعج، عرفتوا كيف؟ فبدنا ماسورة تكون طولها مترين قد هاي، ونركب لها علم، نشوف علم ايش نحط، مثلا علم نادي، علم دولة ان شاء الله، ونصير نحطه زي شعار ممنوع المحط، نعودهم عليه انه طول ما العلم موجود ممنوع تحط الحمام. طبعا هذا بينفع ايمتى؟ وقت يعني وقت ما تصير تمشي حمامك وتضغطها وتصير تمشي وتروح وتيجي وتخالط بينفع العلم، بينفع يعني بينفعك صح، لانه ايش كبير ومبين، طول ما هو موجود بتصير تعلم الحمام انه ممنوع المحط، خلاص الحمام بتصير تيجي او تكشفه من بعيد، من بعيد مثلا هي جايه من هناك تكشفه لسه موجود، معناته ضلك مكمل طيران، تمام؟ طبعا هذا بينفع مع الزواجل كمان، للزواجل لانه الحمام راح تصير تمشي وتسحب ان شاء الله، فسحبها مش راح يكون على مدى 2 كيلو 4 كيلو، راح يصير يخش على 5 كيلو 6 كيلو لجوا، فهذا العلم عن بعد ببين، فبصير بس طول ما هو موجود معناته ممنوع تحط، بينما شرشبتين زي هيك ما بتبين غير عن قريب، يعني ديروا بالكم الشرشبتين هدول يعني يا دوب يبينن، حتى لو شرشيبة زي هاي كمان برضو يا دوب يبين، بس بينما لو حطينا علم صغير بكون وسط ان شاء الله تكون امور منيحة.
احكوا لي شو رايكم بفكره العلم عشان نطبقها عن قريب، نجيب لنا مصوره منيحه ان شاء الله. ان شاء الله في مصوره، ان شاء الله بلاقي مصوره منيحه. طبعا يا اخوان الحمام لسه بندربها، ديروا بالكم لسه مش ماخذه، مش شاده حيلها، فيها امل انها تمشي ولكن لسه مش شاده، في امل انها تمشي ولكن احنا لسه بندرب فيها. طبعا يا اخوان التليين مهم، احنا لسه يعني بنعتبر رجعنا نلين من اول وجديد، تمام، لانه احنا قعدنا زي ما قلنا لكم قعدنا فتره كبيره ما بنطيرش الحمام عشان موضوع الرفصه زائد تليين الحمام الشاميه، كرش الحمام الشاميه زائد كرش الفراخ خلانا ايش هاي الحمام خلاها تكسل، ولا بالعاده ما كانت هيك. وانتم تتذكروا قبل اخر يوم قبل ما نفك الرفصه شو كانت عامله الحمام، واللي مش متذكر يفوت على انشاء الرفصه قبليها بيوم، الفيديو اللي قبليه على طول قبل انشاء الرفصه على طول، شوف الحمام شو كانت تعمل، الدنيا ليل وتضلها طاير، بس بدها تليين هسه يا اخوان، بس صار وجب عليها التليين، مش لانه بدها تبريك، بدها تليين. طبعا الحمام هاي اغلبها يعني مش طالب بروك عشان هيك مطيرها، عرفتوا كيف؟ مش مبركها، فيها 7 مخليف السنه يعني لهم شهرين او شهر ونص رمين الصناي، عرفتوا كيف؟ هاي بلشت تحمل الحمام. طبعا يا اخوان احنا بنسكر الفيديو صح معكم، بس احنا لسه في عندنا تدريب يعني للحمام زي ما انتم شايفين، يعني احنا بس مش مجرد ما نسكر الفيديو خلص خلصنا تطير حمام، لا احنا في عندنا تطير، بنضلنا ضاغطين الحمام ونطير فيها ونضغطها، ولكن ايش مش كل شيء بنصور يا اخوان، في شغلات لنا شخصيه يعني، عرفتوا كيف؟ هان الفكره، عشان كمان احنا ما نطولش بالفيديو. جاني تليفون خلينا نرد عليه ونرجع لكم. اعطيكم العافيه شباب، سكرنا الفيديو، اجانا الفرخ هذا من العالي، هي قاعد بينقب، تعال محمود امسك، هي فرخ بوز يا اخوان، تعي فرخ بوز، تع 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 محمود اهدى شوي، اوعى 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 شو مسوي؟ ودي غدا ودي غدا، تعي 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 اخوان، اجى من بعيد التنقيزه من العالي يعني، بس خليه بس يدق، تعي فوق الاشوال العلف، ما تقربش ولا تبعد ولا اي شيء، تمام ولا اي شيء، تعي 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 كفو عليك كفو لك عاش، فكوا 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 بسرعة، فكوا خلينا نشوف الحمام، انسى فكوا بسرعة، تعي 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 تعي. طبعا عشان اخوان معنا حمام جديدة، هي الريحاني مطيرين ريحاني ومطيرين عجمي مطيرين حمام شامية، فزعة الحمام هاي مشكلة، تعي 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 تعي، فكوا فكوا هات خشوفه، فكيتوا حط الطارة، بس عيني على الريحان يا اخوان، خلينا نحط الريحان ونفرجيكم الطير، دعي 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 دعي، شوف الحمام ما شاء الله الريحان هي قاعد يا حبيبي بفلت، وين العلف وين العلف، راح اضيع الريحاني، الريحاني راح يضيع، شوف وين نزل، راح هي لفلف، دعي دعي خلي لي عينك عليه محمود، بس دب دب هي دب، شوف الريحاني يا اخوان هي حط هسه، طبعا هذا الريحاني هي ثاني يوم اللي بطيره عشان هيك خايف عليه، وضربت قدامه طير يا حبيبي، والعجمي وينه؟ وين العجمي؟ شوف الصغير هذا خفاش صغير، هاي الريحاني يا اخوان ضربناه، قال ضربناه، هذا النا، هذا الريحاني إلنا زي ما انتم شايفين، تعي بس انا كنت خايف على الريحاني لانه اول مره بطير، الريحاني فات جوا والله زقرتها الطير، ايش هذا بوس ثاني؟ لا تبعي، لا مش تبعي، تبعي هذا؟ تبعي تبعي تبعي، زي ما انتم شايفين اخوان صلاة النبي الوضع، هات خلينا نشوف هسه الطير،
امسك صور. هيا اخوان فرخ بوز حبكين ابصر لمين عاد. يا رب بس ما يطلع للي ببالي. بس يمكن يكون لهاشم، بس برن عليه بنشوف. اذا طلع لهاشم من الرجل. على العموم حبايبي نشوفكم ان شاء الله تكمله ثانيه. طيب حبايبي غبنا على الحمام شوي. الحمام يا اخوان اختفت. وينها؟ الحمام. انا التهيت في التلفون مش شايف الحمام يا اخوان. انا فعليا التهيت في التلفون مش شايف الحمام. على ما يبدو خشت جوا هيك. اتوقع يعني. اتوقع انها خشت جوا. على العموم حبايبي احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى اذا شاهدت الفيديو للاخر تعمل لنا لايك واشتراك وشير، واهم شيء اهم شيء اذا اول مرة بتشاهدنا تعمل لنا لايك. هاي الحمام هاي 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 جاية من العالي سبحان الله. واذا اول مرة بتشاهدنا تعمل لنا لايك واشتراك في القناة، هذا اول شيء. ثاني شيء احكوا لنا شو رأيكم فكرة العلم اللي بدنا نحطه للحمام. ضروري ضروري جدا يعني يا اخوان، يعني انا ما بعمل اشي الا يكون رايكم في الموضوع مهم عندي، مهم جدا عندي رايكم، يعني ما بستخف براي اي حدا يا اخوان، اذا رايكم بالعلم منيح، طبعا العلم مش راح يكون علم كبير واو، علم صغير، كيف اللي بكونوا حاطينه اخواننا المصريين؟ نفس العلم يا اخوان راح نعمل، اذا عجبكم الفكره علقوا لنا فيها، خلينا نبلش على الفكره، وان شاء الله قبل ما نشتري العلم بنقول لكم ايش العلم اللي نجيبه، شو اللون او شو نعمل فيه. وهيك حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم.